في مدينة زحلة فتيات يعملن في محطة للوقود. هنا حظيت سيارات المواطنين بعناية خاصة. غسيل على أيدي فتيات معهد سيدة تعزية عنيد. لم يتخلين عن دراستهن، بل قررن العمل في غسيل السيارات للتخفيف عن ذويهن قليلا بعض الأعباء بمساعدتهم في مصاريف حفل تخرجهن الذي سيقام في شهر أيار المقبل. رومون كلها بتكلف حوالي 10,000 أو 12,000 دولار، ونحن 35 طالب بحاجة شوي لدعم مادي حتى ما نزيدها شوي نزيدها على أهلنا. فقررنا نحن نشتغل لنمول هيدا المشروع. عم نعمل كاروش، فينا نسوق ليديز كاروش قد ما نحن سمعنا كتار البنات. تسلينا واكتسبنا تجربة جديدة وأمضينا نهارا كاملا في محطة الوقود وجمعنا المال من عملهن المؤقت، ونالت السيارات عناية خاصة، غسيل برعاية الجنس اللطيف.